لانه ما نعرفه نحن ونحن قريبين من المطبخ انه هناك مجهود لم يسبق لاي برلمان اخر القيام به على كافه المستويات. كيف نصل بهذا المجهود الى الناس اللي من حقها تكون عارفه برضه؟ يعني انا اتكلم على جزئين جزئيتين اساسيتين في الكلام عشان الموضوع ما يتهش مننا الجهد الداخلي من تشريعات والجهد الخارجي في اعاده دور مصر القوي للمفهوم الحقيقي لدى الخارج عن مصر. صحيح. وعلى سبيل المثال ان مثلا احنا في داخل البرلمان في خطط الاصلاح الاقتصادي بمشروعات قوانين تم تقديمها وجاري تقديم بعضها الاخر اصلاح سياسي وزي اللي احنا واصلين اليه الان والناس ما تستغربش هذا الكلام لانه فعلا احنا في بدايه مسيره الاصلاح السياسي الحقيقي سواء بالتعديلات الدستوريه او ما سوف يتبعها من انتخابات لمجالس مجلس التشريعي الجديد مجلس النواب او مجلس الشيوخ. الشيوخ المقترح في حاله الموافقه وفي حاله اقرار الشعب اللي في الاستفتاء ايضا هناك اصلاح اخر في المحليات وايطاء دور المحليات دورها الرقابي وايضا حتى في مشاركه الناس في المشروعات الاستثماريه اللي هي ازاي اختيار ما يصلح لهذه البلد لا يصلح لهذه البلد صحيح. وبالتالي إعطاء دور للمحليات خلال من خلال قانون حقيقي ينزل على أرض الواقع أيضا التقسيم الإداري الجديد ومصر النهارده يعني بتحي... مختلفة عن مصر مختلفة عن مصر صحيح. الأم... الأمس